يقول سماحة الشيخ: ما حكم من يصر على حلق اللحية ويقول بأنها سنة؟ حرام، حلق اللحية حرام، فالذي يصر على حلقها يصر على الحرام، وهذا يحولها من محرم إلى كبيرة إذا أصر عليها. عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يوفر لحيته، يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أرسلوا اللحى. أوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يعصي الرسول؟ يوفر لحيته وهي جمال له، الحمد لله، هي جمال وكمال للرجل، فارقة بينه وبين المرأة.